تحت عنوان صناع النصر، مبادرة السلام السورية الروسية وبالتعاون مع المركز الروسي للمصالحات تكرم 50 جريحا من جرح الجيش العربي السوري، وذلك خلال حفل أقيم في مجمع صحارى بالديماس، حيث تضمن حفل التكريم فقرات غنائية وفيلما قصيرا بعنوان كاتيوشا وآخر يتحدث عن تضحيات الجيش العربي السوري ووقوف روسيا إلى جانب سوريا في معركتها ضد الإرهاب. اللي فقد جزء من جسمه قولا واحدا يستحق التكريم، سواء كان عجز جزئي ولا عجز كامل، صار في له حق ودين برقبتنا كلياتنا احنا كسوريين انه نكرمه. والحقيقة اليوم المبادرة كانت نوعية شوي لأنه ترافقت مع أعياد الميلاد وعيد رأس السنة. مبادرة السلام السورية الروسية حبرت اليوم بالتعاون مع المركز الروسي تكرم جرحى الجيش العربي السوري لوقوفهم ولصمودهم مع الشعب السوري اللي نحن اليوم موجودين كرمالهم بالفعالية. حبينا نقدم اليوم عربون وفاء لجرحى الجيش العربي السوري. مبادرة جيدة، مبادرة السلام يعني تحقق يعني قفزة نوعية لهالوطن بعد هالشيء اللي شافه. بالنسبة لتكريم الجرحى هذا شيء ضروري وشيء واجب على كل إنسان أو على أي شخص. بالنسبة لموضوع الجرحى، موضوع الجرحى موضوع كبير كتير، إذا بدنا نحكي فيه يعني موضوع واسع وبنتوسع فيه بي بي بأكثر من مجال. نحن الجرحى تكريم واجب علينا بكل وقت بكل مناسبة. تكريم هو بمعنى معنوي كتير للجرحى، وانه التقيت اليوم بصحابي الجرحى رفاق السلاح، وان شاء الله تكون السنة الجديدة سنة خير على سوريا ويرجع الأمن والأمان للوطن وترجع سوريا أحسن مما كانت. الله يجعلها بركة خير السنة الجديدة يا رب. الله يرحم الشهداء والشفاء العاجل للجرحى يا رب. ان شاء الله السنه بخير على سوريا ان شاء الله. ان شاء الله كل عام وانتم بخير، وبنشكر المبادره الحلوه والكريمه، وان شاء الله بنشوف سوريا اقوى من قبل وترجع بلدنا بلد الامن والامان. العمل دائم ومستمر من الجهات المعنيه لعوده جميع المفقودين من الجيش، اضافه الى تقديم الدعم للجرحى حتى استعاده السلام والامن الى كامل اراضي البلاد.